انت توا عايشت مستقبل ريالي بالقاسرين في الناسيونال، ما نتصورش كانت المنحه هذه وكل شيء، وتو الظروف هذه تطورت الامور اكثر، تو تطورت الامور اكثر. والله تو سمعت قراءتهم، خاصه قراءه سالي، انه حتى كان نحكي شويه، نبعد حتى على الكور، نحكي على البرومو سبور، انه نشوفوا ولا عمود فقري في تمويل معناها الانديه الرياضيه، برغم كمواطن عادي وعندي ممكن كان تسمع سيري ذا، عندي معناها سؤال واثنين، ممكن تساؤل رياضي عادي ولا تساؤل رجل الشارع، انه نشوفوا انه البرومو سبور برغم انه معناها الانديه التونسيه ماهيش موجوده في البرومو سبور، وعندها حسب علمي عامين اكثر من عامين، معناها مش موجوده، ورغم هذا البرومو سبور ولا عنده دور اجتماعي لدى الانديه. يا لندا راه هذايا معناها فولو، معناها حاجه انتم خيار او معناها حاجه مفروضه. هذا سؤالي الاول سي برقوق. والسؤال الثاني، نشوفوا في جل الدول انه ثم توسيعه قاعده معناها الفايزين، تو 13 صعيبه ياسر شكون بيجيبها، لكن ثم اللي يجيبها 12 و11. لو كان نتصور، لو كان تولي اللي يربح 13 يولي عنده كوتا، واللي يربح 12 كوتا في المغرب موجوده، ويربح 11 عنده كوتا، تولي حتى المتراهنين تشجع اكثر، وتولي المداخيل اكثر. معناها هذوما سؤالات مواطن عادي نحب كان ثم. والله معقولين، يعطيك الصحه، مش مواطن عادي برك، يعني عارف الميدان ملم شويه بالشباب العادي، يعرف شويه، ساعات ولا ياخذوا الاستشاره بتاعي. قطاع الرهانات، لانه الحقيقه هذا متواجد في العالم، وحتى احنا الحقيقه كان بودنا رانا نجموا نعملوا هذا، الا انه راهو هذا الكل كفكره موجود وكرغبه مدى بينا رانا عليه، ولكن كاداه للانجاز غير قادرين عليه، لانه فنيا المنظومه اللي نخدموا بها اليوم غير قادره للبرمجه بالصفه هذه. لكن هو تبارك الله دخلوا في برشا فلوس. دخلوا فلوس ولكن الحقيقه بمنظومه كنا بودنا رانا لقيناها في 2011 مبدله، راهي منظومه جديده، رانا نخدموا في خير، في وضعيه مخير. للاسف الشديد المنظومه هذه قديمه، وما فيهاش يعني قولين كما يقال، هذه منظومه معلوماتيه، العمر الافتراضي لكل ما هي معدات معلوماتيه عاده 5 سنوات. احنا هذه منظومه تعملت في 2003 الى حد اليوم نتعاملوا بها ونحاولوا استغلالها الاستغلال الامثل. كون جات ثم معناها هذه معناها الامكانيات نتاع المعلومات نجموا نعملوا اي يولي اللي يربح 12 عنده كوتا ولا 11 نجم تعمل حتى اللي يجيب 5 يربح، يعني البارامتراج نتاعها يولي سهل، لان هذه ما تجيش مانيوال. تشرك الناس فماش امل تو كما قال سي محمد علي، والله سؤال وجيه وهذا سؤال الشارع الرياضي والمتراهنين، يقول لك هبط لي يعني اخوي ال 12 ولا 11، فماش امل باش تعملوه؟ ان شاء الله الامل الكل في ان عملنا محاولات باش نشريو منظومه جديده الى ما وفقناش فيهم ربي لاسباب متعدده. اليوم عملنا من طلب عروض ذخريني نهار 15 في الشهر خرج في الجرايد، على اساس اخر اجل لقبول العروض باش يكون 30 سبتمبر، ويمكن بعد شهرين 3 شهور على اقصى تقدير يكون ان شاء الله، اذا كان مشيت الامور بطبيعتها، لانه ثم بعض الحاجات يجوا ديزاين بريفي ما تحكمش فيهم. من المفترض انه في شهر فيفري مارس نولوا نركبوا منظومه جديده، والمنظومه الجديده هي على غرار ما احدث موجود في العالم، نجم تسمح برهانات في جميع الرياضات، تسمح بتعدد الرهانات على طول اليوم، مش معناها باش تولي بالالاف اللي نحن تونا 12 ولا 11، نجموا نعملوا حتى على 10 نلعبوا بمختلف. ما نجموش احنا ننظموا لجمهور عريض راهو يلعبوا معانا بال 400,000. مشكلة برمجة من الجامعة التونسية. معناها والله باش نتدخل تو نحضر روحك سالي ومحمد علي. سامحني حتى في حاجة، والله المدة الأخيرة دخلت على البطولة معناها السعودية. البطولة السعودية قبل بعام، تعرف التوني وتعرف الأربيتر وتعرف معناها كل ما يصير في الماتش والوقت، والازياء الرياضيه تشوفهم بعد عام الفريق مثلا الاتحاد والفريق الاهلي اش وقتها باش يلعبوا شنو اللي توني، معناها شوف انت الناس كاش برمجوا قبل بعام البطوله، واحنا ما نجموش في برومو سبور. علاش ندخلوا في البرومو سبور في اللعبه؟ برومو سبور يقول لك يا جامعه اعطيني برمجه صحيحه. شنو برومو سبور؟ نقول تحيه كبار اعوان واطارات شركه النهوض بالرياض، نستخدم كيفاش معناها يخدموا ليل ونهار جمعه كامله باش ما نطولش عليكم، جمعه كامله وتجي في خريط. تصور من الجوله الاولى تاجلت، ولو كانت لاسباب امنيه فقط تاجلت من يوم 10 الى يوم هما على اساس 13 ولا عملوها 14.
الجولة الثانية تأجلت بكرة القدم تهتم بأشياء أخرى. هناك من يعتقد أن الجامعة ملك خاص واحد. تذكرني دالي صغرني شوية. لا دالي صديقي لعبت معه هو في قصين وأنا في المتلوي. به صدقني يا دالي وخليني التسمية هيك قديمة. إيه هذا مو ناس كيف تتبع أنت في العامين اللي تعدوا هذا راهي فضائح وكوارث. أنا والله بالحق إحنا اللي هنا للأسف معناها البومسبور سي ديجا لو ما تعتمدش هالشيء هذا كانت هي بيدها تتبعثر. هو تو تصديق لقولك وبصراحه زاد نكبر في بدون رمي ورود ويعرفوا رخيان كل سواء في الشركه ولا في خارج الشركه انا واحد منهم مانيش مضطر باش نشكر بزيد اما بالحق نظر الى المنح والتوزيع وكل شيء هذه الميدان الحقيقي.